السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. تواصلنا يستمر وانطلاقاتنا تستمر في ختام الختاميات، ختام المرموم 2021. هذا الانطلاق والتحدي الصباحي على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. أعلنت انطلاقة ثالث أشواطنا والتحديات وانطلاقات الزمول المحليات الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة مع هذه الانطلاقات والتحديات. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة والمقدمة في هذه الأمتار الأولى ما بعد الانطلاق. عرب على المركز الأول، عمير بن سيب بن معضد المشغوني من يأتي ويقدم عرب مع أول الأسماء وأول انطلاقات المحليات. ما شاء الله، المركز الثاني نتابع في ثاني المراكز، مشتاق حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر القادم المتقدم مع مشتاق، والمركز الثالث معارك القادم مبارك بن محمد بن عبيد الكتبي يتقدم ويقدم معاركه ما شاء الله مع هذه الانطلاقات والتحديات. المركز الرابع نتابع مبشر القادم في هذه اللحظات، ومبارك بن محمد بن سعيد بن يعان الشامسي القادم على رابع المراكز. والمركز الخامس مرموق سالم بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري يقدم مرموق على المركز الخامس. ما شاء الله، الخمس المراكز الاولى، المجموعه الاولى بالفعل بدات في هذه اللحظات بالتقدم. نتابع الاسماء القادمه واول الواصلين من المجموعه الثانيه وسادس المراكز، الشقردي قادم، سلطان بن سيف بن غانم بن يري والمنصوري يتقدم على المركز السادس. والمركز السابع نتابع وصول وتقدم على سابع المراكز، وصل ملفت راشد بن راشد اليابري يقدم ملفت على المركز السابع. المركز الثامن نتابع وصول وتقدم على ثامن المراكز، مولع لسالم بن حسن الخاطري يتقدم ويقدم مولع، والمركز التاسع يتقدم في هذه اللحظات ويصل مصيحان لأحمد بن غانم بن علي المنصوري. والمركز العاشر نختم ندانا الأول في هذه اللحظات مع انطلاقة مودع القادم منصور بن خميس بالصوب الكتبي، ما شاء الله يتابع في هذه اللحظات مودع على عاشر الأسماء. نتابع الشعارات القادمة والأسماء القادمة في الكادر السفلي بقناة دبي ريسينج، قناة ياس والقنوات المصاحبة في نقل هذه الأحداث في تحفة ميادين السباقات. ما شاء الله، بدأنا نغادر الحزام الأول في 8 كيلومترات ونعود إلى الصدارة، وعودتنا إلى البداية دائما وتقدم الأسماء. عرب 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 على المركز الأول، عمير بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني ما شاء الله يقدم انطلاقات عرب مؤكدا حضوره مع أول انطلاقات هذه المحليات. المركز الثاني القادم معارك مبارك بن محمد بن عيد الكتبي ما شاء الله، وهو في أرض المعارك، هو في ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات وفي ختام الختاميات. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات مشتاق القادم، مشتاق
يتقدم بشعار حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين. المرر يتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع. مبشر يبغي يبشر هالي زاخر وهالي مدينة العين بانتصاره مع هذه الانطلاقات وتحدياته. مبشر مبارك بن محمد بن سعيد بن يوعان الشامسي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. يتقدم مولع مولع ما شاء الله سالم بن سعيد بن حسن الخاطري. يتقدم الخاطري ويخاطر هنا مع الانطلاقات الصباحية والتحديات. وصول ما شاء الله على المركز السادس وأول نداء لهملول حمد بن محمد بن سم المنصوري القادم من الوثبة من عاصمته الميادين. ما شاء الله نتابع الأسماء القادمة بعد انتصافنا للثمانية كيلومترات. انتصفت الثمانية كيلومترات قطعنا الأربعة وتبقى أربعة كيلومترات. بنشاهد وبنتابع مع هذه الأسماء هذه التحديات. المركز السابع يتقدم مياس فايل بن هادي المنهالي يتقدم مع مياس على المركز السابع. والمركز الثامن مصيحان القادم أحمد بن غانم بن علي المنصوري على المركز الثامن. والمركز التاسع يتقدم ويصل في هذه اللحظات هذا القادم هملول محمد بن مسلم بن قنزول العامري. أول نداء لشعار بن قنزول على المركز التاسع. والمركز العاشر ملفت لراشد بن سعيد بن راشد اليابري يتقدم اليابري ويقدم ملفت على عشر الأسماء. هكذا هي النتيجة هكذا هي نتيجتنا. ندانا الثاني لهذه الأسماء المتقدمة الحاضرة في هذه الانطلاقات. ما شاء الله انطلاقات الأصالة دائما تأتي بهذه النوعيات المتميزة في عالم السباقات. شعارات أبناء القبائل المختلفة بألوانها ما شاء الله. وصلنا وصلنا حزام الغابات وغادرنا لافتة الثلاثة كيلومترات وعودتنا مع البداية والمول والصدارة. هملول 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 على المركز الأول. هملول على الصدارة حمد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم ويقدم هملول مع أول الأسماء. المركز الثاني القادم مشتاق حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر القادم على المركز الثاني. المركز الثالث عرب على ثالث المراكز يتراجع على المركز الثالث عمير بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني يقدم عرب على المركز الثالث. والمركز الرابع يتقدم مولع سالم بن سعيد بن حسن الخاطري يتقدم على رابع المراكز. والمركز الخامس مياس القادم فايل بن هادي بن بيحان المنهالي القادم على المركز الخامس. يتقدم في هذه اللحظات المنهالية ويقدم مياس على خامس المراكز. بن يوعان على المركز السادس يتقدم ويقدم مبشر مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي. ووصل مصيحان لأحمد بن غانم بن علي المنصوري وشعار بن قنزول القادم المتقدم مع هملول محمد بن مسلم بن قنزول العامري. والمركز العاشر يتقدم المختبر طرشوم بن حمد بن محمد العامري. أول نداء للمختبر مدرج الهبوط غادرناه 2 كيلومتر غادرناه خلاص. بدأنا في هذه اللحظات نتابع ونراقب هذا المشهد ما شاء الله وهذا التحدي مع هذه الانطلاقات. بدأ في هذه اللحظات الكل بالتقدم هنا في هذه اللحظات والتكتيك لانتزاع مسار هذا الشوط وسيارة هذا الشوط ما شاء الله. عودة مع البداية
عودة مع الصدارة هملول 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 القادم من عاصمة الميادين، بالتحديد ميدان الوثبة. يا سلام يا سلام يا سلام، أحمد بن محمد بن سم المنصوري يتقدم ويقدم هملول 1400. هنا تصلنا عن خط النهاية والمركز الثاني، نتابع مشتاق القادم حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، والمركز الثالث مياس فايل بن هادي بن بيحان المنهالي. ما شاء الله 1200. الإعلان النهائي لتقدم كل الأسماء، لتقدم كل الشعارات لناموس هذا الشوط. من هو صاحب هذا الشوط؟ من سعيد الحظ مع هذه الانطلاقات، مع أول انطلاقاتنا للمحليات؟ ما شاء الله، بالسم طاير بالصدارة، بالسم المنصوري بدأ يغرد في سماء هذا الميدان بتقدم وحضور هملول 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 على المركز الأول. ولكن القادم شوف مشتاق حمد بن خليفة بن شاهين المرر، وكذلك وصول من مصيحان أحمد بن غانم بن علي المنصوري قادم على المركز الثالث، والمركز الرابع مياس لفايل بن هادي بن بيحان المنهالي، والمركز الخامس عندك يا المشغوني عرب عمير بن سيف بن معضد المشغوني. ولكن عودة مع البداية، عودة مع الأمتار الأخيرة هنا مع هذه الانطلاقات، هملول 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 ومصيحان أول الانطلاقات للزمول المحليات. ما شاء الله، القرية التراثية عدلنا هذا المنظر، نتابع التسلل في هذه اللحظات مع اقترابنا من المقصورة الرئيسية. مصيحان مصيحان على المركز الأول، أحمد بن غانم بن علي المنصوري هنا على المركز الأول. هل الختم؟ هل الوثبة؟ اللحظات الأخيرة، هل الختم ولا هل الوثبة؟ بالسم بالسم هملول 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 مصيحان اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لأهل الختم مع هذا الانطلاق. ختموا مسار هذا الشوط أحمد بن غانم بن علي المنصوري، تهانينا والناموس لعلى فوز مصيحان. المركز الثاني هملول أحمد بن محمد بن سم المنصور، المركز الثالث وصل مشتاق أحمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرة، والمركز الرابع مودع لمنصور بن خميس بالصوب الكتبي، والمركز الخامس مياس لفايل بن هادي بن بيحان المنهالي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. 12 دقيقة و56 وتسع أجزاء من الثانية، هو توقيت مصيحان لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، وسلامنا إلى هالي الختام صباحي مع هذه الانطلاقات. 12 دقيقة 57 بالوفاء والتمام، هو توقيت هملول اللي وصلنا على المركز الثاني لأحمد بن محمد بن سم المنصوري. ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقات والتحديات. والمركز الثالث نتابع يا مخرجنا وصول في هذه اللحظات على ثالث المراكز بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة وثانية وخمس أجزاء من الثانية، هو توقيت مشتاق لحمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، تهانينا والناموس للجميع.